المشكله اختي اللي طرا ليا، واحد النهار شدني الحريق ومشيت لسيدي عثمان. سيدي عثمان مشيت درت واحد كونسلطاسيون تما، عندي لقاو عندي حجره في الكلوه. السيد اللي دار لي الكونسلطاسيون قال لي خصك هاد الحجره للكلوه ضروري خصك تحيديها. نعتني لواحد الطبيب هنا في شارع ريدة قديرة، قال لي سيري عنده، داك راه طبيب راه مزيان راه جراح. انا مشيت عنده، مشيت يعني اختصاصي في الكلوه، اختصاصي جراح في المسالك البوليه وفي الكلي. الاسم ديالو عبد الله الترابي، شارع قديرة. تفاهمت معاه على اساس باش يدير لي الليزر. قال لي الليزر عندنا فيه المشاكل، ديري الفتيح كتحيد لك الحجره كتكون محطوطه حداك 12 يوم، عند غندير لك خياطه تجميليه صغيره 12 يوم غتنوضي بخير وعلى خير. هذاك الشيء اللي قلت لي اللي مسلكه هي اللي غديرها هي. هذيك دار معايا، عطاني واحد 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 انتيبيوتيك، عطاني هاد الدواء قال لي انت استعمليه مني تقاد لك ارجع عندي. استعملته مني تقاد لي رجعت عنده، قال لي السيمانه الجايه غادي ندير لك الافتتاح، غادي نفتح ليك. قلت لي واخا. مشيت عنده الكلينيك الامين، مشيت عنده الكلينيك الامين، دار لي العمليه، دار لي العمليه. رجعت للدار نهار على نهار الحريق كيتزاد، نهار على نهار الحريق كيتزاد. تمشي عنده تيقول لي راه على اللحم تيتجمع، تمشي عنده تيقول لي انت راه واعر غير عندك داك الشعير موسواس. تمشي عنده تيكتب لي الدواء، عندي الوراق كلهم تيكتب ليا، ولا تيكتب ليا تمن لي بغاكس، ولا كيكتب ليا هو. هي كتعفن، هو كيكتب ليا لي بغاكس، كيكتب ليا قوي البات اخرين ديال الالتهاب. من بعد 24 يوم الفتحه ديالتي دازت ليا بالبول والقيح. مشيت عنده قال لي ضروري غندير واحد التحليله. ملي درت واحد التحليله خرج ليا فيها ميكروب، طلع ليا فيها ميكروب بان الكلوه ديالتي تعفنات. رجع عاوتاني قال لي انت ضروري غادي ندير لك العمليه الثانيه. قلت ليه واخا الا كان غيتحل المشكل. عاوتاني مشيت عنده عاوتاني، رجعت عنده الكلينيك الامين، دار لي العمليه الثانيه، دار لي غير واحد تيو، واحد الساشيه، داكشي اللي كان تيخرج ليا من جنبي. كنت كندور عليا الشيفون وليكوش، ولا تيخرج ليا في ديك الساشيه. من العمليه الثانيه وفي العمليه الاولى واش حيد لك الحجره ولا لا؟ حيد لي الحجره، ولكن بقى من بعد من حيد لي الحجره بقى الحريق، بدا تيتزادني الحريق. قلت لك 14 يوم ها هي الحجره اللي تحيدت لي. نحيد لي الحجره هذه، من حيد الحجره ولا الحريق من بعد العمليه 24 يوم الفتحه تدوز بالبول وحشك بالقيح. القيح وليت كندير عليا غير الشيفون، وكندور عليا ليكوش، تيدي فيا وتيجي فيا، تيدير ليا تيبدل ليا الفاصمه، تيعصرها ليا وتيدير ليا الفاصمه. هذيك الفاصمه تندور عليها ليكوش، وتنجي تيقول ليا راه هادي عير، هادشي راه عابر، هاد الثقبه راه غتسد، هاد الثقبه صافي. كيقول ليا انت راه قريبه تسد، هي ولات كيف العين ديال البره، راه صافي راه غتسد. من بعد عاوتاني تنقول لي هادشي المشكل خاصو يتحل. قال لي انت المهم انا غندير لك العمليه الثانيه. ملي مشيت عنده الكلينيك الامين دار لي العمليه الثانيه، دار لي تيو وصاشيه. هذاك البول اللي كان تيخرج ليا في ليكوش والشيفون ولا تيخرج ليا في الصاشيه. 15 يوم طاحت، ملي طاحت رجعت عنده رجعت عاوتاني كيقول قال لي وليد عاوتاني ديري ليكوش. رجعت بحال المشكل الاول، كتب لي برا قال لي غادي نصيفطك عند بروفيسور صاحبي في ميريزكو. صيفطني لميريزكو، ميريزكو نعست فيه شهر ونص، كيديروا الراديوات، درت ليفيات، درت جميع الراديوات الاشعه، درت واحد الراديو تيديروا الدواء ديالو تيديروه من المسالك البوليه، راديو كبير درته، الدواء تيديروه من المسالك البوليه باش يعرفوا الثقبه منين جايه. تيقول لنا حنا ما عارفينش هذا الطبيب اشنو دار لك في هذه العمليه. شهر ونص هبطوني للبلوك، قالوا لي سيني باش غنديروا لك العمليه. سينيت ملي خرجت من البلوك من الانعاش، قالوا لي اختي جات عندي، قلت لهم سيري سولي اشنو داروا لي في العمليه. مشات عند الاطباء، فريق ديال الاطباء اللي شرفوا لي على العمليه ديالي، قالوا لي راه بان الكلوه ديالتك راه حيدناها لك،
راه كون ما حيدناش لك راه كنتي غتموتي. يعني ما تفقوش معك في الاول بانك تحيدي الكلوه؟ ما تفقوش معايا باش غنحيد انا الكلوه نهائيا. انا ماشي على اساس باش نحيد حجره، ومن صيفطني الميريزغو تفقت معاه باش اساس انا باش تحل لي المشكل. قال لي غيتحل لك المشكل، هذا الشيء البول غادي ما يبقاش يدوز لك من جنبك، غادي يولي يدوز لك من المسلك البولي ديالك. انا ما اتفقتش معاه باش يحيد لي الكلوه ديالي. انا غادي نحيد حجره، صدقت محيده لي كلوه، دار لي ثلاثه العمليات دابا انا، جوج داروا لي في الكلينيك، وصيفطني الثالثه عند صاحبو بروفيسور ابو طيب اللي حيد لي الكلوه. وانت دابا شنو كطالبي؟ بانه يحيد لك الكلوه بلا ما يعلمك؟ تحيد. انا بغيت نعرف علاش تحيدت لي هاد الكلوه، بغيت نعرف انا علاش تحيدت لي هاد الكلوه. انا مشيت باش نحيد حجره، ما مشيتش باش نحيد كلوه. واش رفعتي شي دعوه ضد هاد رفعت دعوه، قال لك الخبير تيقول بان الكلوه ديالتك تعفنات، وكل ما حيدناش لك كنتي غتموتي. ولكن انا بغيت نعرف انا هي الكلوه كيفاش تتعفنات. انا بغيت نعرف الكلوه ديالي كيفاش تتعفنات، شنو هو السبب اللي عفنها. انا مشيت عندو، هما الكلوات ديالي عندي مزيانين، وعندي خدامين هما عندي شهاده ديال سيد عثمان، وعندي شهاده ديال ابو الوافي بان كيقولوا عندي الكلوات مزيانين كخدامين نورمال. وحيت الحجره من بعد تحيد لي انا الكلوه، علاش يحيدوا لي كلوتي انا؟ انا بغيت انا كان انا كنطلب من جلاله الملك الا كان كيسمعني، ولا من الناس اللي عندهم الرأفه يشوفوا فيا ويحنوا فيا، بان هذا السيد راه ضيع لي صحتي وضيع لي الكلوه ديالي، ضيع لي النص. انا ما بقيتش قديت كاع، تنوقف باش نشقى على بنياتي، عندي جوج صغار، ثلاثه العمليات، نوريك اختي الفتحه، ثلاثه العمليات، شوفي ناوي نصورها بوحدها، شوفي الفتحات، ثلاثه الفتحات. كنت ذكرتي لي بان هاد العمليه سببت لك مشاكل مع الزوج ديالك. عندي المشاكل مع راجلي، ولا كيشقى ولا كيصبل، انا نفسيتي ما بقاش عندي، انا مرت، انا الخاطر ما بقاش ليا تمع بناتي باش نربيهم وباش غادي نخدم عليهم. انا يا تهديت، انا نمرت نفسانيا، انت من الاطباء ديال الميريزكو عطاوني ورقه باش نمشي نتعالج في 36، عندي ورق الوراق باش عندي ورقه، عرفت الصاك، عندي ورقه باش نتعالج في 36. ولي الاطباء ديال الكلوه اللي حيدوا لي الكلوه عطاوني ورقه باش نمشي ل 36 باش نتعالج فيه. هادي باش خرجت من هادي، باش تحيدت لي الكلوه، باش وليت دابا كندير كونترول في ميريزكو، تندير دابا كل 6 شهور كونترول، وباقا كندير التحاليل. وقال لك ديري الريجيم، كندير الريجيم، تتشربي الماء فوق من جوج يطرا. عندي ورقه، عندي الوراق باش نمشي نتعالج في 36. هما الاطباء ديال الميريزكو اللي حيدوا لي الكلوه عطاوني هاد البرا، ها هي كتبوها لي هاد البرا، قالوا لي باش تمشي تعالجي في 36. ها هي مكتوبه هنا 36، ها هي فين مكتوبه اللور، باش نتعالج في 36. الاطباء ديال الميريزكو هما اللي كتبوها لي، اللي حيدوا لي الكلوه هما اللي كتبوا لي باش نمشي نتعالج في 36. انت دابا متاكده بان الكلوه ديالك كانت صحيحه وهما قالوا لك تعفنات؟ متاكده، عندي تقارير بان الكلوه عندي صحيحه، عندي تقارير بان الكلوه عندي يعني صحيحه. واش عندك شك بان الكلوه ديالك صحيحه وهما خذاوها بلا ما يعلموك؟ انا قالوا لي سيني، ما عرفت، انا قالوا لي سيني على العمليه، مني فقت من البنج مشات الاخت ديالي كتسول الاطباء، قالوا لي حيدنا لك الكلوه لقيناها متعفنات. لا كيف ما قلتي بان اوديجا عندك ورق بان دليل بان الكلوه ديالك صحيحه، واش انت كتشكي بان كلوتك اللي خذاو مازال صحيحه؟ انا كلوتي باقا خدامه، انا مني داروا لي الساشيه وتيخرج منها البول خدامه، يعني مني كتصفي البول كيخرج في التيو تيخرج للساشيه. لا كاين تعفن، انا تعفن خرج في الوراق، ها هو خرج في الوراق تعفن، خرج بان تعفن خرج لي قيح،
ولا كيخرج ليا القيح من 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 الجنب ديالي. هذاك القيح خرج خرج ليا من ماشي من الفتحه ربما، حيت انا الحجره طايحه ليا في العرق ديال البول. واش العرق من حيد الحجره واش ما سوداش العرق؟ ما عرفتش يعني كيبقى الخطا ديال الطبيب الاول اللي حيد ديك الحجره، تقصير ودار اهمال هاد الطبيب. هاد الترابي هاد اترابي عبد الله اللي كيسكن في شارع قديره دار لي خطا طبي، دار تقصير في خدمته، دار اهمال في خدمته باش تحيدت لي الكلوه. اترابي عبد الله علاش ما كملش لك هو اللي نيت العمليه؟ صيفطني قال لي ما بقيتش عرفت، قال لي غنصيفطك عند بروفيسور صاحبي. صيفطني عند بروفيسور صاحبو ابو طيب، بروفيسور ابو طيب كاين في ميريزكو، هو اللي حيد لي الكلوه. داك كنتي بانك رفعتي دعوه للمحكمه، واشنو القرار الاخر؟ القرار انا القرار الاخر قال لي الخبير تكرفصتي تيتعاطف معايا. من بعد قلت لي واشنو كاين، قال لي صافي سيري تنعيط عليك. من بعد ملي خرجت التقرير ديال الخبره كاتب فيه بان هذا الشيء كيوقع، وبان حيدوا لك الكلوه، كون ما حيدوش الكلوه لقاوها تعفنت، كون ما حيدوهاش لك كنتي غتموتي. ودابا شنو كطالبي؟ كنطالب بحقي، حقي وحق هاد البنيات اللي ضايعين حتى هما معايا، وحق حق انايا انايا صحتي ضاعت، وما بقيت قديت نخدم على بنياتي بجوجات. بنياتي بجوجات ما لقيتش اللي يديهم ليا حتى الحمام. انا كنشد العيالات جاراتي هما اللي كيديهم ليا الحمام على حسب الفتحه. ما كنقدر المشاكل مع الراجل واقفه معاه حتى الطلاق. انا يا حياتي عذاب، وتصحتي قلت ليا، ما بقيتش انا ما عرفتش من طريق غنشد، ما عرفتش شي طريق اش غنشد، ما عرفتش شي طريق اللي غتخرجني، ما عرفتش فين غنمشي. دابا بشي يومين يلا الراجل بدا تيهضر معايا وبغينا نوقفوا على الطلاق. انا كاع واخا يطلقني ولكن خصني صحتي باش نخدم على هاد البنيات. راه كنت خدامه في النقل الممتاز، كنت روسوفوره، كنت خدامه في الطوبيس، ولكن دابا ما غاديش نقدر على السكوت، وما غاديش نقدر على الخدمه في الطوبيس. الاداره باقا كتسنى فيا باش نرجع نخدم، ولكن انا على حساب صحتي ولا التدهورات ليا، وعلى حساب ما بقيتش قديت على الطوبيس. وانا الطبيب انا يتكرفص عليا، وانا ضيع عليا صحتي، وانا لاحني في ميريزكو وما عقلش عليا. تنطلب من الله سبحانه وتعالى، وكنطلب من العداله تاخذ تشوف فيا وتشوف حالتي وتشوف هاد البنيات، بانني انا مشيت نحيد حجره حيدوا ليا كلوه. تيقول لي راك تكرفصتي ثلاثه العمليات. الخبير عندي كاع الادله عندي كاع الدلائل تيشهدوا بان عندي الكلوات بجوج مخدامين، عندي تحاليل بان طلع ليا ميكروب من بعد العمليه الاولى. كاين شي تواطؤ، كاين شي حاجه اللي انا ما عرفتهاش ما بين الطبيب وما بين الخبير. الخبير قال في التقرير ديالو بان هذا الشيء كيوقع، ما فهمتش كيفاش كيوقع، وبان الكلوات تعفنات واضطرينا نحيدوها لك، كون ما حيدناش لك كنتي غتموتي. انا بغيت نعرف التعفن، كيفاش انا مشيت ندير عمليه باش نحيد الحجره ولا التعفن وتحيدت الكلوه؟ انا بغيت نعرف التعفن منين جا، واش هو تقصير ديال العمليه، واش هو اهمال؟ انا ما نصفنيش هذا الخبير، انا هذا الخبير ما نصفنيش. قال لك هذا الشيء كيوقع، كيفاش هذا الشيء كيوقع؟ واش كيوقع الانسان كيمشي يحيد حجراته وتحيد ليه كلوه؟ انا ضيعني في صحتي، الله ياخذ فيه الحق. دابا هاد العمليات اللي دار ليها الطبيب، تدهورات صحتي، ما بقيتش قديت كاع نعتني لا ببناتي ولا ولاد لا ببناتي، ما بقيت قديت ندير ليهم لا نشقى لا ندير حتى شي حاجه. نفسيتي مرضات، انا ولات عندي العلاقه مع الراجل خايبه بزاف، واقفين دابا على الطلاق. انا هاد البنيات ديولي ما بقيتش قديت لا نصبن ليهم لا نديهم لا الحمام لا حتى شي حاجه. الراجل ولا تيصبن، ما بقاش عاجبو الوضع اللي انا فيه. دابا حنا واقفين على الطلاق، وانا انا ما لقيت حتى اللي يشدهم ليا باش انني ندير شي حاجه، واخا عبيعه وشريه ولا شي حاجه، وعندي حتى الام حتى هي مريضه هي.
انا هادشي انا هاد الطبيب ضيعني في صحتي وضيعني في صحتي وفي نفسيتي مرضات ليا. انا بغيت هاد الملف يشرف عليه محمد السادس نصره الله، وانا بغيت ياخذ بعين الاعتبار لي ولهاد البنياتي ويعطيني حقه من هاد الطبيب اللي هو ضيعني وضيع لي صحتي. انا مشيت نحيد حجره حيدوا لي كلوه، انا مشيت نحيدها حجره وحيدوا لي كلوه. ثلاثه العمليات جوجات في الكلينيك الامين وحده ميريزكو الاخرى في ميريزكو. انا نطلب من جلاله محمد السادس نصره الله ويشوف فيا ويشوف هاد البنيات ويعطيني حقي اللي ضاع ليا وتهضم. حقي مهضوم، حقي مهضوم.